ريان مونبيلي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 14 وشأن كيفاش ويران يفوز على مونبيلي بالأداء والنتيجة شأن مارتين الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة يعني وانتهى الشوط الأول بهدفين لسيفون شأن لوفارو ماجر الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 لصالح ريان يعني في الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 14 وين كانت مباراة شأنها وين رغم أن وين مونبيلي وين حاول بكل طرق لكن ناجي الذي خرج بالبطاقة الحمراء وين نقولوا باللي مونبيلي وين الشوط الثاني وين لعب المباراة بال نقولوا باللي لعب المباراة بنقص العدد يعني كانت شأنها كيفاش كانت المباراة رغم أنها كانت ويران وين 66% نسبة استحواذ 34% بالنسبة استحواذ المونبيلي 206 تمريرات المونبيلي 545 تمريرة بالنسبة للرين شأن بيرناو المدرب تاع رين اللي دخل بخطة 4-4-2 شأن كيفاش ألفارو ديال المدرب تاع مونبيلي اللي دخل بخطة 4-3-3 لكن بدون جدوى وشأن كيفاش وين ستيفان نيكولاس جيرمان يعني من جانب المونبيلي شأن فورلان شأن جوريس شأن كيفاش تيجي مامادو شأن جونس في الحراسة لكن بدون جدوى شأن كيفاش وين رين وين ألفيرد غوميز في الحراسة اللي لعب دور كبير في هذه النتيجة للحارس تاع رين شأن هامير شأن نايفي شأن لوك أندريان ألفيرو ماجر المسجل الهدف الثاني شأن تايتي شأن كيفاش بنجامين جينسون جيتان شأن مارتين يعني وين نقولوا بلي كانت المباراة كان في اتجاه واحد يعني من جانب الران يعني وين عرف كيفاش يسجل ويحافظ على النتيجة تاعو هذه هي الجولة 14 الدور الفرنسي ران يعني يفوز على مونبيلي بالأداء والنتيجة في هذه المباراة.